في النهاية المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى الحقيقة التي لا بد منها، وهي المواجهة العسكرية، واجهة عسكرية 310 رجلا على خلاف بين الروايات في هؤلاء 14 كم كان عدده، في مقابل 1000 أو يزيدون. هذا أمر يعني أمر عظيم، ليس أمرا سهلا، ومع ذلك أمروا بالمواجهة وأمروا بالقتال. وهنا علينا أن نفهم كيف يؤمر الإنسان بأن يتفاعل مع أقدار الله عز وجل من مثل هذا النوع من القدر الذي يكون في ظاهره سوءا أو خشونة أو صعوبة أو مما يستكره. وهذا الأمر يتلخص في 3 خطوات علينا أن نعيها جيدا حتى نعرف كيف نكيف حياتنا فيما يتعلق بهذا المفهوم. الخطوة الأولى أن يحسن الإنسان استقبال قدر الله عز وجل، وأن ينفي عن نفسه الضيق والتبرم والاعتراض على الله عز وجل. الإنسان مثلا يعيش حياته بشكل طبيعي أو طبعي، ثم يفاجأ بأنه مريض بمرض مستعصي، أجارنا الله وإياكم، مثل السرطان. هذا أمر يعني يغير حياة الإنسان رأسا على عقب. هذا أمر عظيم، والإنسان غير المبتلى ما يتخيل نفسه في موضع المبتلى بمثل هذا، ورحلة طويلة من البلاء والمعاناة والسهر والألم والعلاج والعزلة في بعض الأحيان عن الأقارب والأحبة بسبب المناعة، رحلة طويلة. غير المبتلى يسأل الله تعالى أن يعافيه من مثل هذا البلاء، لكن إذا وقع فهذا أمر خلاص. فأول خطوة أن يحسن استقبال قدر الله، وأن يوقن أن ذلك الأمر فيه خير له، علمه أو لم يعلم، قد يكون لرفع درجته، قد يكون لتكفير سيئته، قد يكون لتمحيصه، لتمحيص إيمانه. الإنسان ما يعرف، سهل على الإنسان أن يتظاهر بالإيمان، لكن ليس سهلا عليه أن يبتلى فينجح في ذلك الابتلاء. فأول خطوة هي التسليم لأمر الله، إحسان استقبال قدر الله، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، مع أن طائفة منهم كانوا كارهين لقضية القتال، وهذا أمر طبيعي لأنه متعلق بطبيعة النفوس. ولذلك عندما استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم أسمعه أهل الصبر والثبات منهم ما يحب
صلى الله عليه وسلم، كما قال المقداد يقول: امضي بنا يا رسول الله، فلا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. أو سعد المقداد يقول: امضي بنا يا رسول الله، فلو استعرضت بنا هذا البحر وخضته لخضناه معك. هذا أمر ينبئ عن ثبات الإنسان في وقت المصيبة أو في وقت الشدة. الخطوة الثانية أن يعمل الإنسان بكل سبب مادي ممكن متاح لأجل تجاوز تلك المحنة، وهذا أمر لا بد منه، والاستهانة به استهانة بمفهوم الإيمان بالقضاء والقدر. ما يمكن الإنسان يبتلى بشيء فيقف كما يقال متفرجا، ما يحرك نفسه للبحث، إذا كان مريضا يحرك نفسه للبحث عن علاج، إذا كان في مشكلة مادية يحرك نفسه للبحث عن مسارات للخروج من هذه المشكلة أو المأزق. وبالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا الذي فعلوا. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خطة في القتال لم تكن معهودة عند العرب، وهي نظام صفوف. العرب كانت تعرف كما يقال نظام الإغارة العشوائية هكذا، أو الكر والفر، نظام الصفوف اللي هو النظامي، هذا أمر لم يكن معهودا عند العرب. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرف بنفسه على رص الصفوف أو على تسوية الصفوف، ولذلك الله تعالى أثنى على مثل هذا الأمر، قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الأمر الثاني أن المسلمين هم الذين اختاروا موقع المعركة، ولم يتركوا الأمر لأعدائهم، لم يتركوا الأمر للمشركين حتى ينزلوهم في ساحة المعركة، هم الذين اختاروا الأرض وتركوا المشركين يأتون إليه. ورد في بعض الروايات، وإن كان لبعض أهل العلم نظر في ثبوتها من حيث السند، أن الحباب بن المنذر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل: هذا منزل أنزلك الله إياه، أو هو الرأي والحرب والمكينة والمكيدة؟ فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإن هذا ليس بمنزل. وطلب منه أن ينزل بحيث يستولي المسلمون على الماء الموجود في بدر ولا يستقي منه أعداؤه. الأمر الثالث، ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صفهم صبيحة يوم القتال جعل ظهر الجند إلى الشرق، جعل ظهر الجيش إلى الشرق. لماذا؟ حتى تسطع الشمس في وجوه المشركين. وهذا أمر قد ينظر إليه الإنسان يقول: هذا إيش يعني مدى تأثيره في مجريات الأحداث؟ ولذلك هذه من الملاحظات المهمة، أن الإنسان يؤمر أن يأخذ بالسبب ولو لم يكن في ظنه أن السبب له تأثير في النتيجة، بغض النظر، لأن اعتقاده ليس في السبب، وإنما اعتقاده في مسبب السبب. وهذا أمر ينبغي أن يعيه الإنسان جيدا. إنسان مريض يأخذ بأسباب العلاج ليس لأنه يعتقد أن تلك الأسباب هي التي ستؤدي للشفاء، لا،
هو يعتقد أن الشفاء بيد الله وحده، لكن لأن الله أمره أن يأخذ بالسبب فهو يأخذ بالسبب، بمعنى أن الأخذ بالسبب يفعله الإنسان تعبداً لله بصرف النظر عن مدى ظنه في تأثير السبب في النتيجة. مثل هذا جعل ظهر الجيش إلى الشرق، يعني لو أردت أن تضع له مثلاً تأثيراً في مقياس من 1 إلى 10، كم التأثير؟ 1 2 ما يتجاوز هذا، يأخذ به، يأخذ به، لأن الله تعالى أمره أن يأخذ بالسبب. طيب، الخطوة الثالثة أن يفوض الأمر إلى الله، كما أحسن استقبال القضاء والقدر في بدايته في نهاية الأمر يفوض الأمر إلى الله، كأنه يخرج من حوله وقوته ويدخل في حول الله وقوته، والله تعالى يتكفل بالنتائج، فإن رزق الإنسان النتيجة فذلك فضل الله، وإن لم يرزق النتيجة فذلك بلاء الله، ولا يصح للإنسان أن يشترط على الله. إنسان مثلا ما عنده ذرية، ما رزق بذرية، يسأل الله تعالى ويسعى في العلاج، وقد يمضي سنين، قد يرزق بواحد، وقد يرزق بأعداد، وقد يظل ما يرزق حتى مع سعيه، لكنه يسعى وما يتوقف، لكنه لا يحاسب الله على النتيجة، هذا لا يجوز. الله عز وجل عنده الحكمة المطلقة والعلم المطلق، فإذا رزق الإنسان النتيجة أو جزءا منها فذلك فضله، وإذا لم يرزق الإنسان شيئا فذلك بلاؤه. أحيانا الإنسان يسعى في أمر ويرزق من النتيجة شيئا يسيرا، أحيانا يسعى في أمر ويرزق النتيجة التي يرجوها أو يتوقعها، أحيانا يسعى في أمر ويرزق من النتيجة فوق ما كان يرجو. مثل واحد مثلا يسعى في بناء مسجد، مثلا هو حاط تصور للمسجد أنه يكلف مثلا 100,000، أحيانا ما يجمع أكثر من 30,000، طيب، ويتعثر المشروع ويتوقف، وقد يتوقف سنين. أحيانا من 100,000 يحصل 300,000، يأتيه أضعاف ما كان يرجو لأجل هذا المشروع. أمر النتائج ليس بيدنا يا إخوة، ينبغي أن نفهم هذا عندما نتعامل مع الله، لا ينبغي أن يشترط الإنسان على الله النتيجة، لا سيما في مثل هذه الأمور، الله تعالى يصرف النتائج بحكمته، لكن على الإنسان أن يفهم هذا حتى يستوعب كيف يتعامل مع مثل هذه الأحداث. الصهاينة أقاموا هذا الجدار، هل تعرفون كم امتداد هذا الجدار الذي يسمونه الجدار الحديدي؟ أقاموه على حدود غزة بطول يفوق 70 كيلومتر، بعض التقارير تقول لا يعرف مداه في الأرض كم متر، بعضهم يقول مداه في الأرض 7 أمتار، وبعضهم يقول مداه في الأرض غير معروف أصلا، وصرف عليه أكثر من 1,100,000,000 دولار، وبسياج يعني لا يوجد في العالم في العصر الحديث جدار مثل هذا الجدار، لا في استحكاماته ولا في قدرته الاستخبارية ولا في طريقة عمله، سمارت فينس، سياج ذكي. استغرق بناؤه أكثر من 3 سنوات ونصف،
وعندما جاء أمر الله اقتحمه أكثر من 1000 مقاتل من مقاتلي المقاومة. بعض التقارير تقول حتى النملة ترصد إذا أرادت أن تقترب أو إذا اقتربت من الجدار أو من السياج. وهؤلاء أمكنهم الله عز وجل فاقتحموا بطريقة جعلت الأعداء في حالة ذهول. صهاينة بقوا يومين يعني غير مستوعبين لما حدث، كيف يعني والجدار هذا الذي كانوا يضربون به المثل وأنه لا يوجد مثله، هل تتخيلون معنى 1,000,000,000 صرف على بنائه؟ كم هائل من الحديد وكم هائل من الخرسانة، 100,000 الأطنان، في النهاية اقتحم لأن هؤلاء أخذوا بالأسباب ورزقهم الله من النتائج فوق ما كانوا يرجون. فالإنسان عليه أن يستوعب القضية أولا وقبل كل شيء، وأن يفهم طبيعة الصراع، وأن يسخر نفسه لأجل أن يكون جزءا من كفة الحق لا من كفة الباطل.